انتهى وقتك استنفذت وقتك السيد النائب المحترم. المداخلة الموالية للفريق الاشتراكي فليتفضل أحد النواب مشكورا. نعم سيد النائب المحترم، نقطة نداء، ما من حقي نعطي له نقطة نداء. السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة، السيد النائب المحترم، السيدة الرئيسة، أنا طلبت نقطة نظام تسيير جلسة. السيدة الرئيسة لا زلت لم تعالجي أمرا مهما. النائب المحترم تكلم، توجه للسيدة رئيسة الجلسة المحترمة وقال شتا تقول هادي. شوف لا لا تسحب رسميا ماشي مخبي. ثانيا الاجماع الوطني والقضيه الوطنيه لا تخدم بالصراخ وبالعويل، تخدم بالمواقف الثابته وما كاينش تشكيك. وثانيا نحن نعيش في دوله الحريات والحقوق، لكل واحد الحق ان يعبر عن اي راي، ما غاديش تكمموا الافواه. وهذا هو اللي تيخدم القضيه الوطنيه. القضية الوطنية تخدم بالمؤسسات، تخدم بالحقوق وبالحريات، تخدم بحرية التعبير. هذه هي، هذه ثانيا السيد الرئيس لا يمكن أن نستأنف أشغال هذه الجلسة كما قال السيد رئيس سي نور الدين مضيان إلا أن يتم الاعتذار رسميا لرئاسة الجلسة. هذا في إهانة للمرأة وإهانة لرئاسة الجلسة. إذن سيدة السادة النواب، نرفع أشغال هذه الجلسة ونعود بعد 10 دقائق.